صباح الخير، معاكم زهراء من زهراء هاند ميد كرافتس. النهارده انا حابه اتكلم معاكم عن حاجه تاني من اساسيات الديكوباج والميكست ميديا الارت جورنالينج، وهي الستنسلز والماسكس. الستنسلز دي حاجه من الحاجات الاساسيه جدا، وهي عباره عن شيتس كده بتبقى فيها قصاصات او بتبقى متفرغه اشكال كتيره، ليها فرايتي كبيره جدا. بتكون حاجة أحجامها A4 بالشكل ده، وده حجم كبير، يعني تقريبا من أكتر الأحجام، أكبر حاجة بتبقى 30 في 30، وفي أحجام A4 للستنسلز دي بنقدر نشتغل بيها في مشاريع كبيرة شوية. في مقاسات بقى طبعا أصغر، موجودة من كل البراندز، في بريما بتعمل، تيم هولز، إيماجينيشن كرافتس، في شركات كتير جدا 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 بتعمل أنواع مختلفة من الستنسلز، وفي ستنسل بتبقى صغيرة أوي حتى، وفي احجام بتبقى زي طويلة كده شوية، وفي احجام بتبقى ميني جدا صغننة خالص خالص. وبرضو هشرح ازاي برضو نستخدم ستنسلز وماسكس من احنا اللي نعملها بنفسنا. يعني هنيجي بقى نشوف الستنسلز والماسك، ايه الفرق ما بين الستنسل ماسك والماسك ستنسل. الستنسل هي عبارة عن حاجة الشكل فيها بيبقى مفرغ، يعني الشكل بيبقى مفرغ، والحدود اللي حوالين الستنسل هي اللي بتبقى مقفولة، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل بي انك، ده دي انك باد من سبيكترا نوار، فانا هبتدي الون باستخدام الابليكيتور، احط الحبر بتاعي فيجي الشكل يترسم بالشكل ده، تبقى الوردة مرسومة كده، ده كده اسمه ستنسل. يعني لما يكون الشكل مرسوم بطريقة بوزيتيف بيبقى الحاجة اللي احنا استخدمناها دي اسمها ستنسل. طبعا ينفع نحط بالمدق ده الوان اكريليك زي اللي من كادنس ده، نقدر برضو نستخدم سبراي في اعمال الميكست ميديا من خلال الستنسل برضو. انا هجرب هنا، هنشوف الشكل هيطلع ايه. حاجة كمان ان احنا بعد ما رشينا ينفع نعمل الصورة نطبع بالستنسل بالشكل ده، يعني نقدر نطبع بالستنسل، وبرضو هيدينا طريقة تلوين معينة. هو في اللون ده، يعني اللون الاصفر ده، مش باين فيه قوي التفاصيل. انا هحاول اعمل اشكال تاني باستخدام الوان اخرى عشان يبقى ظاهر. اوكي، ده بقى الماسك. الماسك هي عبارة عن، بيبقى مكتوب عليه ماسك ستنسل، بيبقى الشكل عبارة عن شكل، والشكل ده لما بنيجي نعمل حواليه، لما بنيجي نحط بينت حواليه او انك او اي حاجة نيجي، فالشكل هيترسم بطريقة نيجاتيف، يعني الصورة النيجاتيف للشكل هي اللي هتبقى موجودة عندنا في العمل الفني، مش الصورة البوزيتيف زي في رسمة الوردة، لا ده هيبقى الصورة النيجاتيف بالشكل ده، يعني هيبقى حوالين الرسمة في الحبر بتاعنا او البينت بتاعنا، و الجزء اللي فيه الشكل هيبقى لونه هو اللون الاساسي بتاع الباك جراوند. فده الفرق بين الماسك والستنسل، الاتنين عكس بعض، الماسك هو عكس او النيجاتيف بتاع الستنسل. هوريكم برضو بعض الاشكال. لو انا عندي داي كات بالشكل ده، يعني قصاصة، او احنا قصينا بالقطاعة من القطاعات اللي عندنا، دي قطاعة من قطاعات تيم هولز، انا قصيت فيها الورقة، ممكن نقدر نعمل بيها دي اي واي ستنسل. في بعض القطاعات من سيزكس ومن تيم هولز مكتوب عليها ان هي قطاعات ميكست ميديا، والقطاعات الميكست ميديا دي هي اللي بتستخدم غالبا ان احنا نقدر نعمل بيها استنسلز خاصه بينا من الورق، يستخدم استخدام واحد بس، او نقدر نعمله من البلاستيك لو كانت القطاعات قويه، نقدر نجيب الاسيتيت بتاع الاستنسلينج ونقص بيه من خلال الماشين بتاعتنا، البيك شوت بتاعتنا، نقص استنسل. فانا هوريكم هنا لو احنا عندنا قصاصه داي كات عاديه جدا نقدر نعمل بيها استنسلينج ونعمل بيها الشكل النيجاتيف ليه القصاصة دي، ودي برضو نقدر نضيفها في عمل فني، هيبقى شكلها برضو لطيف جدا لو احنا بنعمل ارت جورنالينج، لو احنا بنعمل ميكست ميديا، بنعمل ديكوباج، بدل الحبر ده نقدر نحط اكريليك بينت، هيبقى برضو هيدينا نفس النتيجة باستخدام المدق الاسفنج. ده مثال للماسك لو احنا عايزين نعمله بالقصاصة، وده مثال ورقة الشجر دي هيبقى مثال لو احنا عايزين نعمل ستنسل بقى
بقصاصة ورقية، احنا اللي قصينه. فدي برضو طريقة لو احنا ما عندناش ستنسلز ازاي احنا نقدر نستخدم اي قصاصة عندنا، حاجة قصينها بالايد، حاجة قصينها بالكداي كات، نستخدمها كستنسل وك ماسك في نفس الوقت. في ستنسلز اهي بيبقى فيها تفاصيل، في ستنسلز بيبقى فيها شكل كامل مصمت. طبعا اشكال، يعني في اعداد لا نهائية من اشكال الستنسلز والماسكس. في برضو الماسك ده موجود عندي، هوريكو برضو طريقة استخدامه. بنرش السبراي حواليه، ولما نيجي نشيل الماسك هنلاقي ان في شكل بعض التفاصيل النيجاتيف باينة، ونقدر نطبع بالستنسل نفسه او بالماسك نفسه نقدر نجيب بيه الشكل البوزيتيف برضو. فنقدر نستخدمه بطريقتين. دي كده انواع الستنسل والماسك، وعرفنا الفرق بينهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. باي باي، مع السلامة.